السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبيبي. معكم مس هبة رجب، معلم أول لغة إنجليزية. النهاردة إن شاء الله مكملة معاكم حل كتاب المعاصر للصف الأول الإعدادي، الفصل الدراسي الأول 2023. وإحنا النهاردة إن شاء الله نحل مع بعضينا صفحة 58 و59. ها 58 59 على إيه؟ exercise on vocabulary، تمرينات على الكلمات أو المفردات. اول حاجه يلا معانا صفحه 58 58 يا اولى اعدادي. ما ننساش نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناه عشان نوصلنا ان شاء الله كل جديد. كمان لو عندكم اخوات صغيرين انا بحل واشرح هنا على القناه من الصف الاول الى الصف السادس الابتدائي، كمان معاهم اولى اعدادي. choose the correct answer from a b c or d. اول سؤال معانا سؤال الاختيارات. نمبر 1 بيقول لي محمد رشوان، محمد رشوان ماله؟ is a top athlete، هو لاعب، ها، او افضل لاعب رياضي. Who won a silver medal؟ silver medal يعني ايه؟ ميدالية فضية. فاز بالميدالية الفضية in the night in Los Angeles. فاز في ايه؟ festival مهرجان، Olympics ألعاب الأولمبية، party حفلة، physics طبعا ايه؟ Olympics اللي هي ايه؟ ألعاب الأولمبية. السؤال التاني بيقول لي not is a difficult sport يعني رياضة صعبة. But it makes me fit، تجعلني قوي البنية، تجعلني قوي. ايه هي الرياضة الصعبة بس بتخليني قوية سنة أولى؟ physics، mathematics، ولا gymnastics، ولا olympics؟ طبعا عندنا ايه؟ gymnastics اللي هي رياضة الجمباز، هي اللي ايه؟ صعبة جدا بس ايه؟ بتخليني ايه؟ قوي البنية. number 3 athletes، اللاعبون، work hard، يعملوا بجد. to not their school studies اللي هي الدراسة المدرسية، their friends والأصدقاء، and families والعائلة. بيعملوا بإيه؟ يعملوا إيه بجد عشان يعملوا إيه؟ بين الدراسة والأصدقاء والعائلة. repeat يكرر، leave يرحل أو يترك، balance يوازن، استيبقى طبعا إيه؟ يعمل بجد لكي يوازن بين الدراسة وبين الأصدقاء وبين الإيه؟ وبين العائلة. for السؤال الرابع the Egyptian football، الكرة المصرية، كرة القدم المصرية، تيم، فريق كرة القدم المصرية، فريق ماله فريق كرة القدم المصرية ده؟ hard بجد to get a medal عشان ايه؟ يحصل على ميدالية in the next Olympics في الأولمبيات القادمة. rain اللي هي ايه؟ المطر. train يتدرب، make يصنع، stop يتوقف. طبعا هناخد كلمة ايه؟ الإجابة الصحيحة كلمة ايه؟ train يعني ايه؟ يتدرب أو يتمرن. يبقى يتمرن بجد لكي يحصل على الميدالية in the Olympics. 5 حبيبة مرزوق is a not gymnast in Africa، مالها لعبة جمباز، مالها في افريقيا. tip top pot pat طبعا ايه؟ top يعني افضل لاعبة في افريقيا، افضل. طبعا عندنا تدريبات من كتاب الطالب وتدريبات الامتحانات السابقة. 6 نبيل and عمر، نبيل and عمر like not they always go to the sea، دايما بيروحوا البحر. هي الرياضة بروح فيها دايما البحر يا سنة أولى؟ printing ولا swimming ولا staying ولا reading؟ قراءة، البقاء، swimming اللي هي الايه؟ السباحة، ولا printing اللي هي الطباعة؟ طبعا ايه؟ swimming. طبعا هي الرياضة اللي بروح فيها دايما الايه؟ البحر. يبقى هناخد swimming. 7 good students الطلاب الجيدون work hard يعملون بجد. to not their dreams their dreams احلامهم. بيعملوا ايه عشان احلامهم؟ stay achieve stay يبقى achieve يعني يحقق. study ولا carry يذاكر يحمل. الطلاب الجيدين يعملوا بجد عشان يعملوا ايه؟ يبقوا أحلامهم، يحققوا أحلامهم، يذاكروا أحلامهم، يحملوا أحلامهم. طبعا achieve يعني يحقق، achieve their dreams عشان يحققوا أي أحلامهم اللي بيحلموا بيها. 8 our science teacher اللي هو معلم العلوم، معلم العلوم، معلم العلوم بيعمل ايه؟ made some يصنع بعض، to make the lesson easier، easier يعني أسهل. المعلم بتاع العلوم بيعمل ايه عشان يخلي الدرس اسهل؟ diagrams رسوم توضيحيه، grams اللي هي الجرامات، noise اللي هي الضوضاء، food طعام. طبعا بيعمل لنا ايه؟ diagrams اللي هي رسوم توضيحيه عشان نفهم الدرس والدرس يكون اسهل.
رسوم توضيحية. بعد كده عندنا المعاصر اكسرسايز التمرينات كتاب المعاصر. 9 is the opposite of strong. opposite يعني عكس. هي عكس كلمة strong. strong اصلا يعني ايه؟ يعني قوي. يبقى عايزين عكس كلمة قوي. weak ضعيف, angry غاضب, funny ممتع او شيق, sunny مشمس. طبعا عكس كلمة strong كلمة ايه؟ weak ضعيف. 10 the policeman رجل الشرطة. policeman Police man ماله. Asked me طلب مني to give the note of the thief I saw. thief اللي هو الايه؟ لص اللي انا شفته. طلب مني ان انا ادي ايه للص اللي انا شفته. question اسئلة, dream حل, description وصف, balance اللي هو ايه؟ التوازن. طبعا طلب مني اديله ايه؟ وصف للص اللي انا شفته. description يعني ايه وصف. طلب مني اوصف له اللص او الحرامي اللي انا شفته. 11 how long كم المدة. will you in Egypt كم المدة التي أنت سوف كذا in Egypt. قال لي for 3 weeks المدة 3 أسابيع. يبقى كم المدة التي سيمكثها ويبقاها في مصر. يبقى ويمكث يعني ايه؟ carry يحمل, stay يبقى, no يعرف الكي silent, make يصنع. طبعا هناخد كلمة stay يعني ايه يبقى. كم المدة التي ايه تبقاها في مصر. how long will you stay in Egypt كم ستبقى في مصر. قال له for 3 weeks لمدة 3 ايه اسابيع. انا هبقى لمدة ايه 3 اسابيع. صفحة اللي قصادها صفحة ايه 59 صفحة 59 صفحة 59 definitions تعريفات. نقط من هو is a person هو شخص who does gymnastics يقوم بالالعاب ها الجمباز. مين اللي بيلعب لعبة الجمباز. waiter الجرسون, gymnast لاعب الجمباز, customer المستهلك, tourist السائح. طبعا يلعب لعبة الجمباز هو مين؟ gymnast اللي هو ايه لاعب الجمباز. not means spending a lot of time doing things ها يستغرق وقت طويل في فعل الاشياء او يفعل اشياء كثيرة. busy مشغول, bored ممل, lazy كسول, weak ضعيف. طبعا busy الشخص الايه المشغول يقوم بعمل اشياء عديدة. language notes expressions prepositions تعال نشوف تدريبات على الحاجات دي. 14 the coach اللي هو الكابتن. not the players اللاعبون. train يتمرنوا very hard ها بجد او ايه كثيرا جدا. to get ready for لكي يستعدوا ها زي اللي يقول الدولي. caused ولا made ولا drove ولا road. طبعا made يعني جعل. the coach made the players يعني جعل اللاعبون يتمرنون بجد لكي يستعدوا اللي يقول الدوري. 15 mathematics اللي هي مادة الحساب او الرياضيات. a school subject are ولا is ولا have ولا where. طب احنا قلنا الحاجات دي تعامل ايه؟ تعامل معاملة المفرد فالطبيعي ان انا هاخد لها ايه؟ is. تمام يبقى mathematics is a school subject هي مادة ايه دراسية وكمان عند الا تأتي قبل المفرد. هنعملها معاملة الايه المفرد زي كلمة ايه جيمنستكس. بعد كده بيقول لي ايه 16 doing sports اللي هو ايه ممارسة الرياضة helps you تساعدك to not strong. strong يعني قوي. spend ها ولا find يجد, stay يبقى, ولا sleep ينام. هنقول ايه doing sports ممارسة الرياضة helps you ها stay strong and تبقى ايه تبقى قويا. stay strong يعني ايه يبقى قويا. كده حبايبي نكون انتهينا من حل صفحة 58 وصفحة 59 دي اسئلة على الفوكابري على الدرس الخامس والدرس السادس من الوحدة الاولى من كتاب المعاصر. استنونا ان شاء الله الفيديو القادم في حل باقي الصفحات من الوحدة الاولى. كانت معكم مس هبة رجب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.